بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما زلنا بندرس في خيمه الاجتماع، والمره اللي فاتت اخذنا الاقمشه والجلود اللي بتغطي الخيمه، وتفتكروا معايا ان هما كانوا اربعه طبقات. في عندنا الطبقه الاولى اللي من جوه عبارة عن قماش أبيض كتان اسمه البوص المبروم، ومتطرز بثلاث أنواع من الأقمشة والألوان، اللي هي الإسمنجوني لون السماء، والأرجوان ملابس الملوك، والقرمز اللي هو لون دم المسيح. وبعدين فوق الغطاء الجميل دوت حاطين شعر المعزة، غطى تاني من شعر المعزة، بعدين غطى تالت من جلود الكباش المحمرة يعني مسبوغة بالأحمر، بعدين غطى رابع من جلود التخس حيوان بحري جلده سميك. النهاردة هناخد الجدران بتاعة المسبح، يعني الأغطية دي مغطية على ايه؟ في حوالين داير في سور جدار، والغطا نازل عليه. الجدران دي عبارة عن ألواح، ألواح من خشب الصمت مرصوصة جنب بعضيها. طول اللوح الواحد 10 أذرع، وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع. عددهم كام؟ من ناحية الجنوب قبلي 20 لوح مرصوصين جنب بعض. لو هو العرض بتاعه 2.5 ذراع في 20 يبقى 30 ذراع، والطول بتاع السور هو العرض بتاع كل لوح اللي هو 10 ذراع. من ناحية البحري زيها بالظبط 20 لوح. من ناحية الغرب 6 ألواح، لأن العرض بتاع الخيمة أصغر من الطول. وفي الزاويتين لوحين بشكل مميز عشان يعملوا زاوية، يبقى لو عندنا 20 و20 و6 و2 يبقوا كام؟ 48 لوح من الخشب. الألواح دي معمولة من خشب الصمت اللي احنا اتفقنا انه ميزته انه لا يسوس. كل لوح منهم ليه من تحت رجلتين، طبعا لو رجل واحدة اللوح مش هيقف كويس. يقول اللوح الواحد رجلان مقرونة احداهما بالاخرى، يبقى لو في 20 لوح يبقى في 40 رجل. وكل لوح من ألواح الخشب مغشى بالذهب. تخيل بقى لما تدخل كنيسة تلاقي السور بتاعها خشب ومن بره خشب ومتغشي بالذهب، داخل شايف الذهب قدام عينيك، ولكن من بره الذهب ده متغطي بأغطية أخرها جلود التخس. ودي احنا قلناها قبل كده أكتر من مرة، علشان اللي جاي من بره مش هيشوف المجد والجمال اللي جوه. جاي من بره شايف جلد سميك ملوش معنى. ودي كده بالظبط كل انسان بعيد عن الله يفكر في العلاقة مع الله بطريقة غلط. يظن ان ربنا قاسي، يظن ان ربنا شديد، يظن ان الحياة الروحية ناشفة، يظن ان الكنيسة متحجرة، يظن ان الانسان اللي بيكرس نفسه للمسيح كأنه بيحط نفسه في تهلكة او بيرمي نفسه في نار، وهو مش عارف المجد الداخلي. ما هو لو دخل يشوف الذهب، هو من بره مش مقتنع. مين يقول ان الاله المصلوب اله قوي؟ هو شايف بره بس.
لكن عندما يدخل في عشرة وعلاقة مع المسيح يشوف المجد، كل مجد ابنة الملك من داخل. كل لوح قلنا ليه رجلتين، عشان كده عاملين لهم من تحت 40 قاعدة من فضة، لان هم 20 لوح فيبقى ليهم 40 رجل، كل رجل بتدخل في قاعدة من الفضة. وطبعا من الناحية التانية في 40 اخرين، ومن الغرب الستة الواح هيبقى ليهم 12 قاعدة، واللوحين اللي هم واخدين الزوايا هيبقى ليهم 4 قواعد. الالواح دي طبعا عشان واقف على قواعد بس ممكن تقع، فقال له اعمل لها عوارض من خشب الصمت. يعني اذا كان الالواح ماشية كده جنب بعضيها فالعوارض هتمسكها بالعرض. قال له اعمل ليها 5 عوارض من خشب الصمت لألواح جانب المسكن الواحد والناحية التانية كذلك، يبقى 5 عوارض هنا و5 عوارض هنا، وفي ناحية الغرب برضو 5 عوارض مسكين الستة ألواح، يبقى عندنا كده 15 عارضة، 5 من كل جانب. ال5 عوارض دول قال له الوسطى، العرضة الوسطى تاخد كل الألواح، يعني بطول الخيمة وبعرضها، لكن الأربعة التانيين بياخدوا أجزاء. وتغشي الألواح بذهب وتصنع حلقتها من ذهب. طبعا العوارض دي بتدخل جوه حلقات عشان تربط الألواح ببعضيها، فالحلقات دي قالوا تتعمل من ذهب بيوتا للعوارض، وتغشي العوارض بالذهب، حتى العارضة دي تتغشى بالذهب. ده الوصف بتاع الخيمة. تعالوا نشوف التأمل بتاعه. هذه الألواح المتراصة عشان تكون مسكن واحد هي رمز للمؤمنين. معلمنا بطرس في رسالته الأولى صحاح 2 آية 5 قال كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. يبقى احنا المؤمنين حجارة حية بنبني بيت ربنا. عشان كده لما حد فيكم بيتعب انسان ويعصره ويخليه يطفش من الكنيسة يبقى بيهد في الكنيسة، وكل واحد فيكم بيتعب في خدمة الاخرين ويجيب انسان لربنا ده بيشارك في بناء كنيسة. طبعا احنا لما بنبني كنيسة من الحجر بنفرح جدا، وكل واحد فيكم بيتبارى ان هو يدفع تبرعات عشان نبني الكنيسة، لكن ده قدام ربنا مش قد انك تجيب واحد لربنا. واذا واحد فيكم تبرع ب1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه عشان يبني كنيسة، واعصر واحد بس، يبقى العصرة دي تضيع له كل اللي عمله، لان ربنا ما يهمش في الاخر الحيطان والعواميد والرخام والمباني، لكن يهمه النفوس. احيانا غصبا عننا بنعصر الناس ونتعبهم، علاجها بسيط ان انا ارجع بصورة اصالح واعتذر واوضب الموضوع، ما زعلش حد. فاحنا حجارة حية مبنيين بيتا روحيا لله. طب عدد الالواح قلنا كام؟ مركزين؟ 48 20 و20 و6 و2 48 دي برضو رقم الآباء تأملوا فيه. قالوا إن هو حصل ضرب 4 في 12. رقم 12 بيرمز لشعب الله، لأن العهد القديم 12 سبت والعهد الجديد 12 رسول، فرقم 12 يرمز لشعب الله. طب ورقم 4؟
بيرمز للاتجاهات المسكونة، شرق وغرب وشمال وجنوب. يبقى عايز يقول الكنيسة هتتبني ازاي؟ شعب الله اللي في كل أقاصي الأرض، اللي من الشرق واللي من الغرب واللي من بحر ومن إبل، كلنا مع بعضينا هنكون 48، رقم كبير يعمل كنيسة عظيمة. الألواح اللي هي خشب مغشى بالذهب، نفس الكلام اللي قلناه على تابوت العهد، بيرمز إلى لاهوت المسيح اللي متحد بالناسوت. طبعا الناسوت هو الخشب ولا يسوس، لأن المسيح ناسوت وطاهر بغير فساد، والذهب بيرمز للاهوت. لكن كمان بالنسبة لنا يبقى ليه معنى جميل. إذا قلنا الألواح دي ترمز لشعب الله، يبقى معناها إحنا لازم نتسربل أيضا بنعمة المسيح. تخيلوا إنسان، كلمة متسربل يعني إيه؟ زي ما يكون واحدة لابسة ملاية لف. السربلة دي زي ما أبونا بيلبس بورنوس، حاجة تغطي الجسم كله. تخيل لما يكون واحد متسربل بالنعمة، يبقى ده خشب صنت مغشى بالذهب، والناس شايفين قدام عينيهم ذهب، مش شايفين الخشب ومتغطي. فأنا شايف ملاك، شايف ملاك، واحد ماشي على الأرض ملائكي، طبيعته الإنسانية مستخبية، كل اللي شايفين فيه الفضيلة، الوداعة، طيبة القلب، الحب، الفرح، السلام الكامل، ده إنسان ملائكي، أنا شايفه ذهب. عشان تبقى قالب طوب في كنيسة ربنا لازم تتسربل بالنور، لازم تبقى ذهب، لازم الخشب اللي فينا اللي هو الطبيعة الإنسانية تتغطى بالنعمة. الطبيعة الإنسانية طبيعي بتميل للغلط. الإنسان فينا مهما حاول يحافظ على نفسه إحنا بنغلط، لكن لما أرجع لربنا أقول له يا رب الذهب هنا تخدش، بقى باين من وراه الضعف بتاعي، يقول لي أنا أرمم، أنا أرمم، يدهنهولي على طول بالذهب، أرجع تاني ذهب. في كل قداس بندخل الكنيسة وإحنا متخربشين، لأن بره الشيطان بهدلنا، لما أدخل يرممني المسيح وأخرج من الكنيسة ذهب بلمع. لكن متعرض أن أنا هخرج بره برضو الاحتكاك بالناس وظروف هتخليني أغلط تاني، وما أعمل إيه؟ أرجع تاني للمسيح، وتظل الحكاية على كده طول العمر، أرجع للمسيح في كل يوم يرممني. الناس شايفين إيه؟ ذهب. بس خلي بالكم لما يجوا الناس بقى يمدحوك يقولوا الراجل ده بركة، طول ما هم شايفين ذهب مش شايفين الخشب، دي نعمة ربنا. هم شايفين نعمة ربنا لكن مش شايفيني أنا، أنا وحش، أنا من جوه مستخبي في المسيح. أوعى الواحد فينا يغتر لما حد يمدح، هتقول على إيه يعني؟ ما أنا عارف البير وغطاه. أشكرك يا رب لأنك سترتنا بالذهب بتاعك. عامل زي تأمل كان كتبه أحد الآباء الكهنة، بيقول السيد المسيح لما دخل أورشليم محد الشعانين كان راكب على جحش، فالناس بتفرش القمصان على الأرض تحت رجلين الجحش، فقال تخيلوا لو إن الجحش بيفكر وظن ان الناس بيفرشوا له القمصان وناسي ان المسيح فوقيه، هيغتر ويفرح بنفسه، يقول لاني انا عظيم، الناس بيفرشوا تحت القمصان، يرفع رجله عشان يحييهم ويشكرهم
هيقلب المسيح من على ده. قال هكذا كتير من الناس بيمجدونا ويحترمونا ويحبونا ويفرحوا بينا عشان نحن نحمل المسيح. لو انا مش واخد بالي ان المسيح فيا وظنيت ان الناس بيمدحوني لذاتي وشخصي، هغتر فهقلب المسيح من على ظهري. لكن لازم ابقى فاهم، اذا مدحوا فهم يمدحون الذهب. انا مالي ومال الذهب ده بتاع ربنا، لكن انا خشب من جوه. الالواح الخشب المغشاه بالذهب مترصصة جنب بعضيها ومترابطة ومتساوية كلها بنفس المقاسات، ودي معناها ان احنا في نظر ربنا الكبير زي الصغير كلنا بشر، ما عندوش محاباة، وكلنا مهمين في مبنى الكنيسة الروح. ما تقولش اروح فين انا، فابونا الكاهن او في سيدنا الاسقف او سيدنا البابا. كلنا محترمين في عينين المسيح، كلنا مهمين، محدش يستقل بنفسه ولا حد يتفاخر بذاته، كلنا قد بعض. الواح مترصة مترابطة متساوية تصنع معا بيتا واحدا لله. هم دول اللي قال عنهم قديس يوحنا في انجيله: الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. اللي اتولدوا في المعمودية من الله بقوا ألواح مقدسة في الكنيسة. وقال عنهم القديس بطرس في رسالته الثانية: الناس دول ربنا وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. المواعيد العظمى والثمينة ان احنا نبقى اعضاء في جسده ونبقى بناية في بيته. مين كان يتخيل؟ عايز اقول لكم حاجة، الكنيسة دي اتبنت من 208 سنة. النهاردة بنحتفل بالعيد 208. الاحجار اللي محطوطة في الحيطان دي مش كان ممكن صدفة نفس الاحجار تستخدم في بناء بيت اخر او مكان اخر او اي حاجة؟ حظها الحلو انها جت اتبنت في الكنيسة، بقت حجارة مقدسة. الورق بتاع الكتاب المقدس ده مش نفس مصنع الورق، بيطلع منه ورق تاني للجرايد، ورق للكتب، ورق لكتب اخرى فيها كلام مش وحش، كلام غلط. الورقة دي حظها حلو انها كتب فيها كلام الله، فصارت ورقة مقدسة كل واحد فينا لما بيقرأ بيقبلها. نفس الحكاية، أي واحد فينا كان ممكن يطلع أي حاجة. مش الشوارع مليانة ناس مش عارفة يمينها من شمالها، والقهاوي والسينمات والمسارح والأماكن الوحشة. كون ربنا بقى ياخدني أنا ويعملني حجر في بيته وأقول له يا رب دي نعمة عظيمة، مش عشان أنا كويس. ايه ميزة الورقة دي عن الورقة اللي زيها اللي عملوا بيها الجرنان؟ ما نفس الورق. الميزة ان اتكتب فيها كلمة ربنا. القرابني قاعد طول الليل يخبز قربان، واحدة منهم هتبقى على المذبح جسد للمسيح. ونفس شوال الدقيق، من نفس الدقيق اخدوا في الطابونة وعملوا عيش. ايه الميزة بتاعت دي عن دي عن دي؟ بتاعت ربنا. فاحنا لازم نقول له يا رب شكرا على النعمة العظيمة اللي انت اديتها لنا عشان نبقى اعضاء في جسدك، مش عشان احنا حلوين، ده انت اللي اديتنا الحلاوة، انت اللي اديتنا القيمة. النجار اللي عمال ينشر في الخشب عشان يعمل لوح من خشب الصنت عشان يبقى في السور بتاع الكنيسة، ما نفس الخشب ده ممكن يعمل بيه اي حاجة. زميله في حتة تانية اخذ الخشب ده عمل منه تمثال يعبدوه، بقى صنم، يمكن من نفس الشجرة ياخده يعمله صنم، ومن نفس الشجرة ياخده يعمله حاجة مقدسة. اقف اقول له يا رب شكرا على النعمة العظيمة بتاعتك،
هي دي اللي قال عنها معلمنا بطرس: وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. ايه بقى المواعيد هتحصلها؟ هتعمل لنا ايه؟ قال: تصير بها شركاء الطبيعة الالهية. طبعا لان انا بقيت مغلف بالذهب، بقى انا تراب والفساد، وزي ما قال داود: دودة ورمة، كلام صعب. برغوت، قال عن نفسه برغوت. ابقى عضو في جسد المسيح؟ يقول لي: ما هو هدينا مواهب مواعيد عظمى وثمينة نبقى بها شركاء الطبيعة الالهية. طبعا انتوا فاهمين شركاء الطبيعة الالهية مش معناها نبقى الهة، لكن يبقى لينا اتحاد بالمسيح، والمجد بتاع المسيح يدهوني، زي ما قال في سفر حزقيال للبنت اللي لقاها مرمية على في الصحراء، واخدها غسلها ولبسها، وقال: فصرت جميلة ببهائي. بهائه هو اللي رماه عليها خلاها جميلة. فاحنا اخدنا مواعيد عظمى وثمينة، صرنا بيها شركاء الطبيعة الالهية. طب كمالتها ايه؟ قال: هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهر. يجب ان نهرب من الفساد اللي جاي بالشهر. يبقى الالواح دي بتعلمنا درس، ان احنا ما نسيبش بيت ربنا، ما نسيبش مكانتنا في الكنيسة ولا مكاننا، ما نسيبش الفرصة العظيمة اللي خلتنا اعضاء في جسد المسيح. تعالى نرجع بقى، كل لوح ليه رجلتين. ايه الرجلتين دول؟ قالوا الاباء دول يرمزوا للجهاد والنعمة، يرمزوا للايمان والاعمال، يرمزوا لدورك انت ودور ربنا معاك. المسيح قال: بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. كلمة بدوني معناها في نعمة، ولا تفعلون معناها في دور لي انا كإنسان، لكن انا من غيره مش هعمل حاجة، وهو من غيري مش هيعمل حاجة. عشان كده في رجلتين لكل لوح: الجهاد والنعم. الرجلتين دول بيدخلوا في قاعدة من الفضة، قاعدتين من الفضة. الفضة في الكتاب المقدس لها معنيين، احفظوه. المعنى الأولاني انه بيرمز لكلمة الله، عشان كده في آية تقول: كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة. البوطة دي زي البوتقة يعني، اللي بيحطوا فيها الفضة ويسخنوها عشان تتنقى. كفضة مصفاة في بوطة في الأرض ممحوسة 7 مرات. يبقى كلام الله فضة. والمعنى الثاني أن الفضة بترمز للكفارة، لأن كان ربنا أمر موسى، قال له من ساعة لما أبكار المصريين ماتوا صار كل بكر في بني إسرائيل ملكي، كان مفروض يموت وأنا فديته، فعشان هو ملكي هيدفع فضة اسمها فضة الكفارة، نص شاكر. وجمعوا الفضة دي، قالوا دي لخدمة خيمة الاجتماع، فدي اللي سيحوها وعملوا منها الأواعد. سفر العدد يقول لك: أعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما أمر الرب موسى. وفي سفر الخروج صح 30 قال له: تأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. فيبقى لما أقول إن الرجلتين دول مغروسين في أواعد من الفضة، معناها ان انا حياتي مبنية على الكتاب المقدس وعلى فداء المسيح. ادي الفضل. خلي بالك، ناس كتير رايحة جاية على الكنيسة ولكن ملوش عشرة مع الكتاب المقدس، يبقى القاعدة بتاعته مش فضل.
وناس كتير رايحين جايين ولا يفكر في المسيح كصديق شخص ليه وكمخلص، اهو واخدينها الحكاية كده بالهيصة. المسيح هو الأساس، مش قال مبنيين على أساس الرسل الأنبياء يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية؟ عشان كده البناء الحقيقي للكنيسة مبني على الكتاب المقدس وفداء المسيح. وآخرون قالوا إن القاعدتين لكل عمود بيمثلوا العهدين، عهد قديم وعهد جديد، ماشية مع كلمة الله، أو بيمثلوا الناموس والأنبياء. على أي الأحوال، الآية اللي بتقول مبنيين على أساس الرسل ده عهد جديد، والأنبياء ده العهد القديم، ويسوع المسيح نفسه ده الكفار. يبقى احفظوا الآية دي، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. دي في أفسس 22. الرسل يبقى العهد الجديد، الأنبياء عهد قديم، يبقى دول رجل اللي هي كلمة الله، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية ده الرجل الثانية اللي هي الكفارة. الكفارة عندنا في المسيحية هي الجسد والدم على المذبح. عايز تبني حياتك بناء مظبوط، كتاب مقدس وقداس، ادي القاعدتين الفض، اوعى تستغنى عن واحدة من الاثنين. واحد مواظب على الاجتماعات، حب قوي يسمع الوعظ، لكنه ملوش نصيب في القداس ولا بتناول، في قاعدة واقعة. في الحالة دي لما تخيلوا ان في عمود او لوح واقف على رجل واحد، يحصل له ايه؟ يقع. في واحد العكس، يقول لك انا ملياش في الوعظ وما احبش الوعظ، ما بتعمل ايه؟ بحضر القداس واتناول وامشي حالي. هو كويس، بس برضه لازم يكون لك عشره مع كتاب مقدس. بلاش تسمع وعظ لكن يقرا في البيت كتاب مقدس. يبقى عندك القاعدتين موجودين. معلمنا بطرس في رسالته الثانيه صح 3 ايه 2 قال: لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القدسون ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، اللي هي أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. لازم ما ننساش الكتاب المقدس، وربنا يسوع هو الأساس فعلا. حتى كلمة الله دي هي المسيح، لأن المسيح هو كلمة الله. عشان كده معلمنا بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس يقول: لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. بطرس لما قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له: على هذه الصخرة أبني كنيستي. صخرة إيه؟ يسوع المسيح ابن الله الحي. عشان كده اللوح اللي واقف على رجلتين متثبتين في قاعدتين من الفضة عامل زي البيت المبني على الصخر. تخيل لو ربنا قال له حط اللوح كده وما جابلوش سيرة رجلين وقواعد، اقل هوا يوقع الخيمة، يبقى ده البيت المبني على الايه؟ على الرمل. طبعا القواعد معناها حفر في الارض وحط قاعدة وفي رجل داخلة وتد، ودي معناها في حياتنا الروحية. بعض الناس يبني حياتهم بطريقة هشة، علاقته مع ربنا علاقة خفيفة جدا ويعني كده هامشية ومفيش عمق. أقل حاجة تطيره، كل اللي ربطه بربنا حبة مشاعر، يفرح أوي بترنيمة مشاعرية كده أو اجتماع فيه موسيقى صاخبة تعدل المزاج فيحضر الاجتماع عشان يسمع الترانيم. لكن تيجي تقول له صيام، تيجي تقول له نسهر تسبيح، الحاجات دي بالنسبة له متعبة. قداس طويل يقول لك بزهق. فعلاقته بربنا هشة، مبنية على أساسات هشة جدا. ده اللي بنى بيته على الرمل، يجي الهواء يطير والناس تستغرب.
مش الأخت دي كانت في الكنيسة ليل نهار، مش الأخ ده كان في الكنيسة، إيه اللي حصل؟ ما هو كان العلاقة كلها هشة. شوفوا أبانا القديسين اللي كانوا خشنين في علاقتهم مع ربنا، شديد مع نفسه، تلاقي الاستشهاد يستحملوه، الرهبانة يستحملوه، الإهانة من أجل المسيح ولا جرح حاجة. النهاردة مجرد واحد يسمع إن في واحد تعب من أجل المسيح في بلد مش عارف إيه، يقلق وينزعج ويهيص ويكتب في النت ويكتب في الجرايد، والكنيسة ساكتة ليه والبابا فين مش عارف إيه. حدش عنده استعداد يستشهد، حدش عنده استعداد يتحمل ألم. ليه؟ لأن كل اللي بنيناه بنيناه على حبة ترانيم وحبة وعظ أي كلام وحبة مشاعر، وبنهيج مشاعر الناس ونفرح الناس، والناس ماشية كلها ورا هيصة. فين النسكيات وفين الأساسات بتاعة الآباء؟ فين أنبا أنطونيوس؟ فين أبو مقار؟ الشغل الشديد اللي طلع شهداء. عشان كده قال لك ما تحطش اللوح على الأرض، اعمل له رجلتين واعمل تحت قواعد عميقة وحط فيها الرجول وثبت. يجي الهوى في البرية، ما ده عايشين في برية، يجي هوى يخبط في الخيمة ولا تتهز، فتيجي عواصف الاضطهاد أو تشكيكات الإيمان أو عصرات الدنيا تخبط فيك ولا تتهز، لأنك مبني على الأساسات. طيب احنا كده اتكلمنا عن الألواح والأواعد والرجول، طب العوارض اللي بتربط الألواح ببعضيها؟ حد من الآباء قال دي المحبة. ما لو كل لوح كده واقف لوحده مش مربوطين ببعض، هيبقى معناها مسموح لنا كل واحد على دماغه مع ربنا. بينك وبين ربنا عمار، ملكش دعوة بمرمرقس ولا العذراء ولا القديسين ولا اللي هنا ولا اللي هناك. العوارض دي بقى، قال لا دي الرابطة اللي بتربطنا ببعض. السيد المسيح قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. دي العوارض اللي بتربطنا. كل يوم في صلاة باكر الصبح معلمنا بولس يهمس في أذاننا، أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة. أدي العوارض اللي بتربطنا ببعض. وقالوا كمان إن العوارض دي ترمز للإيمان، لأن إحنا إيه اللي مجمعنا في الكنيسة هنا؟ اللي مجمعنا إن إحنا مسيحيين أرثوذكس، ده اللي ربطنا ببعض. أي واحد تاني مش مسيحي أو مش أرثوذكسي، إيه اللي يربطه بيه؟ يوم ما قابله أهلا وسهلا، علاقات، محبة من بعيد لبعيد، صداقة من بعيد لبعيد، لكن إيه اللي جمعنا وربطنا مع بعض إلا الإيمان؟ عشان كده يقول الكتاب رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. لما يبقى كده بقى ألواح مترصصة متربطة متثبتة في الأرض، ينطبق علينا الآية اللي جت في أفسس 4:16 عن المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة، يعني في مفاصل، كل مفصل حسب عمل، على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة، كله متربط ببعض. وفي أشعياء يتنبأ يقول هكذا يقول السيد الرب، ها أنا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية، كريما أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. انتم مركزين معايا ان احنا قلنا في سور قبلي 20 لوح، وسور بحري 20 لوح، وسور غربي 6 ألواح ولوحين بيربطوا. طب ما اتكلمناش عن ناحية شرق ليه؟ اتضح بقى ان الشرق ده كله باب بعرض الخيمة. الخيمة ليها كم باب؟ باب واحد اللي هو مين؟ المسيح. انا هو الباب، بس الباب ده صغير
واسع قد مراحم ربنا الواسعة وقد أحضان المسيح الواسعة. قال أنا فاتح بابي وتعال. الباب دوت عليه ستائر، يعني ما فيش باب خشب يتقفل ويتفتح، ولا باب حديد، ولا في إقفال، ولا في مزاليب، ولا في ترابيز. باب الخيمة عبارة عن إيه؟ ستائر، اللي يزيح الستارة يدخل. بس قبل ما اتكلم عن الستائر هنتكلم عن الحجاب اللي جوه بين القدس وقدس الأقداس. في الآية 31 قال: وتصنع حجابا من اسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعت حائق حاذق يصنعه بكروبين. لاحظوا الحجاب اللي بين القدس وقدس الأقداس معمول من نفس المواد المعمول منها الغطاء الأول للخيمة اللي احنا قعدنا نقول عليه ده رمز للمسيح. البوص المبروم النقاوة كتان أبيض، والإسمنجوني السماوية المسيح سماوي، والأرجوان الملك المسيح ملك، والقرمز الفداء المسيح فادي. ده أنا ممكن أقول إنجيل متى قال لنا المسيح إنسان كامل، ده البوص المبروم. وإنجيل مرقس قال المسيح ملك، هو بيكلم الرومان، ده الأرجوان. وإنجيل لوقا قال المسيح ذبيحة، ده القرمز. وإنجيل يوحنا قال المسيح الله اسمنجوني. يبقى الأربع ألوان متركبين على الأربع أناجيل. الكلام ده قلناه واحنا بنقول الغطا اللي بيغطي الخيمه، المسيح بيغطينا. وقلنا احنا كمان علشان نقدر ندخل الخيمه لازم يكون فينا الاربع حاجات دول، لازم تكون نقي زي الكتان الابيض، لازم تكون سماوي في تصرفاتك، لازم تكون ملك على ذاتك وعلى شهواتك، ولازم تكون متغطي بدم المسيح الفادي. طب لما يجي بقى الحجاب نفسه معمول كده، يبقى إذن الحجاب هو المسيح نفسه، هو اللي بيوصلني للآب. وقال تعملوا صنعة حائك، حائك يعني يحيك يعني خيط ترز، حاذق يعني إيه عنده المهارة، يصنعه بكروبيم يعني الرسم اللي بيطرزه في الحجاب دوت شكل كاروبين. كاروبين يفكرنا بإيه؟ ساعة لما ربنا طرد آدم من الفردوس حط على الباب كاروبين بسيف لهيب نار متقلب يمنع دخول الجنة. عشان كده لما عمل حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس حط عليه الكاروبين دوت، يفكرهم ان انتوا ممنوع تدخلوا. امال هدخل امتى؟ لما يجي المسيح وياخدنا جواه ويدخلنا الى الابديه. هنكمل قرايه النص وبعدين ناخد بعض التأملات. الحجاب دوت تجعله على اربعه اعمده، مهستاره لازم يحط لها حاجه تثبتها، فقال له في اربع اعمده من صمت مغشاه بذهب، رززها من ذهب على اربع قواعد من فضه. خلي بالكم الاولاني كانت الواح عريضه فبيعمل لها رجلتين، لكن المره دي عمود، فالعمود ليه رجل واحده مثبتها في قاعده واحده من الفضه. وتجعل الحجاب تحت الاشزه. يعني ايه تحت الاشزه؟ افتكروا معايا المره فاتت لما عمل الخيمه جزئين، خمس شقق وخمس شقق، ووصلهم مع بعض من الوسط بشظايا من الذهب زي الزراير. قال له انت لما بتحط الخيمه كده
ظبط ان الحجاب يبقى تحت الشظايا دي، يبقى نص الخيمة مغطية القدس ونص التاني ايه؟ قدس الأقداس. الحجاب تحت الفرق اللي بين الخمستين، الخمسة دي والخمسة دي، دي ليها معنى، لأن الشظايا دي قلنا بتاعت الروح القدس 50، فاكرين 50 شظية في 50 عروة، فكرنا بيوم 50 الروح القدس اللي جمع الكنيسة وخلى الناس اللي مش فاهمين بعض يفهموا بعض واداهم تكلم بألسنة. فالروح القدس بيربط الكنيسة ويجمع اليهود مع الأمم، فاكرين كل الكلام ده ولا نسيتوه؟ طيب الحجاب اللي محطوط تحته دوت بيرمز لجسد المسيح اللي انا دخلت من جواه عشان ادخل للآب، وجسد المسيح دوت فيه القرمز اللي هو دم المسيح اللي هيقربني لله الآب. فقال انت حط ده تحت الشظايا، معناها فداء المسيح لينا مظلل بالروح القدس اللي حامل على الكنيسة. عشان ادخل لله الآب لازم اعدي على الابن والروح القدس يظللني. كلمة اللي قالها الملاك لمين؟ العذراء، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. ادي الشظايا اللي ماشية كده بالعرض، والحجاب هو جسد المسيح اللي هيدخلني للآب. تجعل الحجاب تحت الأشظة وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة. يعني هنا بيقول له حتة كده، يعني جوه الحجاب ده هيبقى جوه قدس الأقداس هتحط التابوت، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس. وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة، المائدة من ناحية الجنوب والمائدة من ناحية البحر. تعالوا نبص بقى الحجاب ده معناه ايه. اول حاجة ان في حاجة بتحجزني عن ربنا، في حجاب بيني وبين ربنا. خلي بالكم اللي قدامنا ده ما اسموش حجاب، اسمه ايه؟ حامل الايقونات، ايكونستاس، ايكون يعني ايكون، ايكونستاس يعني حامل الايقونات. لكن ما فيش شيء دلوقتي بيحجبنا عن الله، ومحطوط في الكنيسة علشان يبقى عليه ايقونات القديسين بصل لنا ويقولوا ان احنا شايفينكم وبنساعدكم وبنصلي من اجلكم وبنشجعكم. وفي نفس الوقت القيمة العملية بتاعته ان يحجز بين الهيكل والكنيسة من اجل التنظيم. لكن ما فيش حجاب بيننا وبين ربنا، لان الحجاب انشأ يوم جمع العظيم. الحجاب هو كل ما يفصلني عن الله، محبة العالم، شهوات الجسد، الخطايا، اللامبالاة. من اوحش الحاجات اللي بتعطلني عن ربنا اللامبالاة، يعني مش فارقة معايا. عشان كده كان في اربع اعمدة بيحملوا الحجاب. الاربع اعمدة دول هسميه لكم باربع اسامي من عندي مش من كتاب مقدس، تفسير يعني. عمود اسمه الجسد، وعمود اسمه القنية المقتنيات، وعمود اسمه الذات احساس النفسي، وعمود اسمه اللامبالاة. اي واحد مفصول عن ربنا حاجة من الاربعة دول بتكون فصلاه، لما الاربعة مع بعض. ممكن واحد يكون اللي معطله عن ربنا الجسد، شهوات ونزوات وطلبات وطيش، مش قادر يدخل لربنا. واحد تاني المقتنيات، شغلة باله، الفلوس واكل العيش والشغل والانتاج والموارد والارصدة والبورصة، وجع دماغ. واحد ثالث البرستيج، هو ده اللي معطله، احساسه بذاته والكرامه والمجد والملابس الفخمه والسكن الفخم، تعظم المعيشه. واحد نمره اربعه اللامبالاه، ولا على باله، ده اصعبهم.
دول سماهم الكتاب المقدس أركان هذا العالم. يبقى أربعة عواميد بتوع الحجاب هم أركان هذا العالم. في غلاطية 4:3 يقول: نحن أيضا لما كنا قاصرين صغيرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. بولس نفسه قال: أنا لما كنت صغير ما عرفش المسيح لسه، من المسيح كبرنا، كانت أركان العالم دي تستعبدني، الجسد والقنية والذات واللامبالاة. ويقول مرة تانية: أما الآن إذا عرفتم الله، بل حري عرفتم من الله، كيف ترجعون إلى أيضا إلى أركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ اللي خليك ترجعوا تاني لأركان العالم لتفصلني عن المسيح؟ مش عارفين إن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. هذه الأربعة أركان انهارت بالصليب انهيار. سيد المسيح لما دخل البرية يصوم، جاله الشيطان يحاربه في الجسد والذات والقنية، والمسيح غلب، واللا مبالاة كانت موجودة في بستان جسماني. وقف المسيح يصلي والتلامذة نايمين، قال لهم: ما قدرتوش تسهروا مع ساعة؟ لا مبالاة. يعني الشيطان قال له تحول حجارة الخبز، انتصر، هديك الدنيا دي كلها لو سجدت لي، انتصر، ارمي نفسك عشان الناس تمجدك، انتصر. قال له: طب هجيلك بعدين. مش يقول لك فرقه الى حين؟ جاله بقى في بستان جسماني. سيبك من الصلاة، قال لا مبالاة، غلب التلاميذ ناموا والمسيح سهران يصلي. فغلب المسيح ايضا الركن الرابع من اركان هذا العالم عشان يكسر حجاب الهيكل ويكسر الاربع اركان فندخل لله الآب. اما حكاية ان الحجاب يمثل جسد المسيح، قالها معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين ان ده الطريق الجديد اللي كرسه حديثا، اي الحجاب اي جسد يدخلنا لله الآب من خلال جسده المقدس. طيب ده كده بالنسبة للحجاب اللي يفصل القدس عن قدس الأقداس. ناقصنا حاجة واحدة، الباب بقى شكله ايه؟ قال له تصنع سقفا، السقف يعني ستارة لمدخل الخيمة، لونها ايه؟ اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة الطراز. الاولاني قال له صنعة الحائك الحاذق، المرة دي ايه؟ طراز. ليه؟ لانه مش هيعمل فيها شكل الكاروبين. ليه؟ لان الكاروبين بيرمز للمنع، واقف يمنع، فحطه على باب قدس الاقداس قال ما حدش يدخل، لكن على باب الخيمة من بره اهلا وسهلا تدخل، عشان كده ما حطش عليها الكاروبين. وتصنع للسقف 5 أعمدة. الحجاب كان عنده كم عمود؟ 4، هنا قال له 5، من صمت، وتغشيها بذهب ورزازها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس. المرة دي قواعد ايه؟ نحاس. هنا المدخل متغطي بستارة لها 5 أعمدة. الخمسة رقم الإنسان، عندنا 5 صوابع في كل إيد وفي كل رجل، وعندنا 5 حواس، فرمز للإنسان. فلما يقول هعمل له 5 عواميد معناها يجب أن تقدس ذاتك وتبقى عمود في هيكل الله عشان تدخل. والستارة معناها أن برضو في حاجة بتحجز، لكنها سهلة تفتح وتدخل. ففي حاجات هتحجزك عن ربنا من السهل أن أنت تزحها وتدخل، ما تسيبش نفسك. وهنا برضو القماش بتاع الستارة نفس الألوان، البوص المبروم اللي هو الابيض والاسمنجوني والارجوان والقرمز، عشان كده يبقى المسيح هو مدخلنا الى هذه الكنيسة العظيمة.
المدخل الواسع قلنا ان هو بيرمز الى اتساع رحمة ربنا وحضنه المفتوح للكل، وان المسيح هو الباب لما قال لا يستطيع احد ان يأتي الى الاب الا بي، وقال انا هو باب الخراف. القواعد من النحاس هنتكلم كتير عن النحاس المرة الجاية، لان مذبح النحاس اللي هو بتاع المحرقة كله من النحاس. نحاس معدن لا ينصهر سريعا، فيشير الى ذبيحة المسيح اللي صمدت قدام نار الغضب الالهي ولم تحترق. عشان كده لما يقول قواعد من النحاس يبقى المدخل البراني خالص لازم ادخل بناء على فداء المسيح النحاس ده، بناء على الكفارة. وقال الرب لموسى كلم هارون اخاك ان لا يدخل كل وقت الى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت. امال ايه؟ هيدخل مره واحده في السنه اللي هي في عيد الكفاره العظيم. الحجاب ده هو اللي انشق يوم الجمعه العظيمه، والستاره البرانيه الاعمده الخمسه اللي موجودين فيها حد من الاباء قال بترمز الى المعلمين في الكنيسة اللي قال عنهم معلمنا بولس المعتبرون انهم اعمدة. بعدين العوارض اللي محيطة بالكنيسة كلها برضو حد من الاباء قال تشير الى اتحاد معلمي البيعة. اذا كان العواميد دي بترمز للمعلمين، فالعوارض اللي بتربطهم بترمز الى الاتحاد بتاعنا في الايمان. فيش حد يطلع من دماغه وينفصل عن الكنيسة يعلم، كلنا مع بعض ايد واحدة في الايمان وفي التعليم وفي المعرفة. اما تاج الاعمدة من فوق لها تيجان، فهو المسيح الهنا، تاج الكنيسة، تاج كل انسان فينا